الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات إلى تركيا. ومدبولي يؤكد أن جميع المنافذ التابعة للدولة ستواصل ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مناسبة. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا ومرحبا بكم، نستهل هذه النشرة مع الزميلة سمر الزهيري. إليك سمر. شكرا لك حور، أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس السعودي. وأعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار. تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت إلى تركيا طائرتي نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية. كما وصلت أيضاً سفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعم الدولة للفلاح، معلنا في مؤتمر صحفي عن حزمة أسعار تعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الزراعة ولضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، فضلا عن ضمان أكبر حجم من التوريد من السوق المحلي. النهاردة طبقا للي بيحصل إن جايز سعر القمح عمال ينزل، فحتى تاني أنا بأكد حتى لو نزل عن السعر اللي احنا كنا أعلنا عنه اللي هو 1250 للأرداب، هنبقى احنا ملزمين بإن احنا ناخد بال 1250. أنا بأكد دي علشان نشجع الفلاح المصري. الأسعار اللي احنا تم التوافق عليها بالنسبة للذرة الشامية البيضاء هيبقى 9000 جنيه للطن. الذرة الشامية الصفراء، ودي الحقيقة مش متعودين احنا في مصر ان هم يزرعوها الفلاحين، ولكن دي بتبقى مهمة جدا للعلف وأيضا للزيوت، فاحنا بنتكلم على 9500 جنيه للطن. بالنسبة لفول الصويا احنا بنتكلم هيبقى سعر الضمان 18000 جنيه للطن. وبالنسبه لعباد الشمس او دوار الشمس الزيتي اللي هو بيطلع منه الزيت هيبقى 15000 جنيه للطن. وتاني انا باكد دي كلها اسعار ما نطلق عليه سعر الضمان، وهيبقى العبره بوقت التوريد ان نشوف ونلجا الى سعر البورصه، ويبقى بالتالي نضمن ان يكون هناك عائد مجزي للفلاح المصري.
كما أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن جميع المنافذ التابعة للدولة ستواصل ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الدولة تعي وجود أزمات في بعض السلع ولكنها تتحرك لضبط السوق وتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة للمواطنين رغم حالة التضخم العالمية غير المسبوقة. الحقيقة في إطار برضو توفير السلع الأساسية للمواطنين، احنا لغاية دلوقتي في 341 معرض بقى موجود اللي هو تحت مسمى أهلا من رمضان، يعني بيتم توفير فيهم كل السلع الرئيسية، وبنتحرك وانا بقولها هو دلوقتي بنتحرك علشان نعي تماما ان هناك بعض الأزمات في بعض السلع، وبنتحرك النهاردة بتغطيتها سواء بمزيد من الضخ من السوق المحلي او حتى استيراد لفترة مؤقتة بعد بعض هذه السلع عشان نغطي هذه الفجوة. وأنا هنا بتكلم مثلا تحديدا على الدواجن أو على يعني البعض الحاجات الأخرى اللي احنا بنتكلم عشان نضبط السوق بنتحرك فيها في هذا الشأن علشان نضمن ان السلع تكون متوفرة بكميات كافية وبأسعار تبقى مناسبة للمواطن المصري. كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة رفعت مخصصات المنح والدعم والمزايا الاجتماعية بالإضافة إلى تخصيص 172 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة المواطن. ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الفترة برضو من يوليو اللي فات لغاية يناير 23 بنسبة أكتر من 10% عن على العام اللي قبله، يعني احنا وصلنا تقريباً إلى 172 مليار في هذه الفترة الدولة المصرية خصصتهم للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالمقارنة برقم السنة اللي قبلها كان 156، يعني احنا زودنا أكتر من 16 مليار وما زلنا في خلال الفترة الجاية حريصين ان احنا نتحرك في هذا الموضوع. نفس الكلام منعكس في مساهمة طبعا الخزانة العامة في سداد الالتزامات لصندوق المعاشات، احنا ملتزمين بالبرنامج ما بنتأخرش عنه يوم، بنسدد للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كل الالتزامات اللي الدولة النهاردة مقررة عنها. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسعى دائما للتحرك نحو زيادة الإيرادات من أجل ضمان الحماية الاجتماعية. بالرغم من أن احنا زودنا حزمة الحماية الاجتماعية وخدنا قرارات استثنائية في هذه الفترة، إلا أن احنا حققنا في خلال نفس فترة من يوليو 22 حتى يناير اللي هو الشهر الماضي في يناير 23 حققنا فائض أولي حوالي ما يقرب من 34 مليار جنيه. بالمقارنة نفس الفترة دي كنا محققين في السنة اللي قبلها 15.2 من 10، معنى كده ان احنا حققنا فائض أكبر وبنتحرك لحو زيادة إيراداتنا علشان نقدر نغطي بيها طبعا المصاريف وأيضا أي حزمة حماية اجتماعية الدولة النهاردة بتتحرك في هذا الشأن لهذا الموضوع. هذا وأكد مدبولي أن الدولة تواصل جهودها من أجل مواجهة مشكلة البطالة، حيث أشار في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس السيسي بوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة، وموضحا أن الاستراتيجية تضمن أن يكون سوق العمل مناسب لمستوى التعليم. احنا كدولة مصرية النهاردة يعني مع الزيادة السكانية اللي احنا كلنا عارفينها، احنا كل سنة بيدخل لنا كم فرصة عمل مطلوب، كم شاب وشابة بيدخلوا كل سنة سوق العمل ما يقرب من 1 مليون، مطلوب ان احنا ندبر لهم فرص عمل جديدة 1 مليون فرصة عمل. فبالتالي التوجيه الحقيقة لمجموعة العمل اللي شغالة ان احنا نضع استراتيجية واضحة بأرقام ونتائج واضحة يبقى كلنا بنتابعها. المليون فرصة عمل الجديدة اللي احنا هنبقى عايزينهم كل سنة يبقى في أي قطاعات احنا شايفين كدولة محتاجينها والعالم كمان محتاجها، لأن المفروض الاستراتيجية ده شيء مهم جدا، وده كان توجيهي للجنة ان هيبقى جزء من مستهدفات هذه الاستراتيجية ان انا اشجع على زيادة العمالة المصرية اللي بتخرج الى الدول الاخرى، لأن ده جزء من زيادة الصادرات ولكن بطريقة غير مباشرة. العامل المصري أو الشاب المصري لما بيسافر وبيشتغل برا، طبعا تحويلات المصريين في الخارج انتوا عارفينها بتمثل واحدة من أهم موارد الدولة في العملة الأجنبية. وأكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ارتفاع صافي الاستثمار المباشر في الربع الأول من العام المالي بنسبة 94%.
بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها، ولكن بس خلينا نقول رقم مهم جدا، ان الربع الاول من العام المالي الحالي، ربع الاول ده، ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 94% بالمقارنة بالربع الاول بتاع السنة اللي قبله. يعني احنا نسجل 3.3 مليار دولار في اول 3 اشهر، بالمقارنة بالرقم اللي كان قبله كان اقل من كده بكتير. فاحنا ده كله بيدينا مؤشر صحي ان الدولة المصرية بتتحرك، وما زلنا طبعا عارفين ان ما زال هناك تحديات كثيرة، ولكن بالتركيز الشديد ومع واللقاء مع كل المستثمرين بنتحرك في هذا الشأن. كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ملتزمة بسدد ما عليها من التزامات بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي. الدولة المصرية ملتزمة وحتظل ملتزمة بسداد ما عليها من أقساط، سواء لقروض أو فوائد أو خلافه، وده بنعمله مع البنك المركزي بتنسيق كامل، وبنبقى عارفين إيه التزاماتنا وحتتسدد إزاي في خلال الفترة الجاية. ودي خطة يعني مش عايز أقول لحضراتكم على كل المحاور، بيبقى معروف التزاماتنا في كل شهر وعارفين هنتحرك فيها إزاي، لأن طبعا مهم جدا إن احنا نؤكد على قدرة مصر على التزامها بسداد كل الالتزامات اللي عليها من العملة الأجنبية. كما أشار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة طرحت 32 شركة كبداية في البورصة، وسيتم الإعلان عن شركات أخرى فيما بعد، مشيرا إلى أنه يتم تكليف بنك استثمار لإجراء كل الأعمال التمهيدية المطلوبة لطرح تلك الشركات، لافتا إلى أن الدولة تسعى لتحديد توقيتات زمنية للطرح للالتزام بها في إطار التحرك على المدى المتوسط، وهو موضوع الطروحات. وأكيد حضراتكم متابعين، يعني إحنا دلوقتي بقينا بنعمل اجتماع أسبوعي لموضوع الطروحات عشان نتأكد من الالتزام بما يعني علمناه، إن إن شاء الله في خلال عام كامل من لغاية الربع الأول من عام 24 نكون طرحين 32 شركة. وأنا بقول دول كبداية لأن من الوارد إن إحنا نضيف عليهم شركات أخرى. واللي إحنا بنعمله دلوقتي من هذه الاجتماعات عشان أقول لحضراتكم بمنتهى الأمانة، بيتم يعني تكليف بيبقى ما يطلق عليه بنك استثمار عشان يبقى بنك معني بإجراء كل الأعمال التمهيدية المطلوبة لطرح هذه الشركات، ودي بتبقى بنوك استثمار عالمية أو محلية، وبيبدأ نحدد مع بعض ودي من خلال اللجنة توقيت يعني بالشهر، هيبقى في خلال الشهر ده هطرح إيه، الشهر اللي بعده هطرح إيه، وكل الإجراءات المسبقة اللي مطلوب إن دولة تعملها عشان نضمن إن إحنا نلتزم بهذه التواريخ. كما قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة تواصل زيادة برنامج العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة هذا المحور في الدعم إلى 28.5%، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم المواطن والعلاج على نفقة الدولة. الدولة المصرية في خلال عام 22 إحنا طلعنا 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، 3.5 مليون قرار. الفترة من يوليو برضو الماضي إلى يناير 23 إحنا رفعنا مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 28.5%، يعني زودنا 28.5% عن نفس الفترة من السنة اللي قبلها، وده كله علشان نغطي سواء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، كل المبادرات الصحية، وأيضا موضوع العلاج على نفقة الدولة، لأن احنا نعي تماما احتياج المواطن، وأحيانا النفقات كثيرة جدا من المواطنين ما بتبقاش قادرة على تحمل كلفة هذا العلاج. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس من المزارعين للموسم الصيفي 2023، وذلك للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد. وتم الاتفاق على أن يكون شراء محصول الذرة بسعر ضمان 9000 جنيه للطن فيما يخص الذرة الشامية البيضاء و
9500 جنيه لطن الذرة الشامية الصفراء، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على التحول التدريجي نحو زراعة الذرة الصفراء. كما تم الاتفاق على أن يكون سعر الضمان لشراء محصول فول الصويا 18000 جنيه للطن، ولمحصول عباد الشمس 15000 جنيه للطن. وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء هذه المحاصيل لتحقيق قدر من التوازن في السوق. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح مصر في طرح أول إصدار من السكوك الإسلامية السيادية يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6 مليارات و100 مليون دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا وتقدم بمختلف أسواق المال العالمية، بما يوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل. وخلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية، أشاد مدبولي بتسلم مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي أنيباد خلال الفترة ما بين 2023 وحتى 2025 بإجماع الأعضاء، والتي تم إعلانها خلال مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع الافتراضي للدولة الأربعين وفي هذه الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة أنيباد. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر، وأكد بيان مجلس الوزراء وجود زيادة طفيفة تدريجية في إصابات فيروس كورونا منذ منتصف شهر يناير الماضي، كما تم الإعلان عن أن نحو 41 مليون مواطن تلقوا لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود أكثر من 56 مليون جرعة متاحة. افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معرض سبورتس إكسبو 2023، والذي يقام في الفترة ما بين 22 وحتى 25 من فبراير الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال افتتاح المعرض أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة بمجال الرياضة في إطار هدف أشمل لبناء الإنسان المصري، يتضمن أيضا تحسين النمط الصحي وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، بالإضافة إلى إطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين وتأهيل الشباب في مختلف المجالات. كما أضاف مدبولي أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بمختلف مرافقها على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية انطلاقا من توجيهات الرئيس السيسي. نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة على أرض محافظة الإسماعيلية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعرف على معالم المحافظة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة في ترسيخ معاني الولاء والانتماء لدى هؤلاء الشباب. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب. الإسماعيلية على أرضها نظمت وزارة الداخلية الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، حيث استضاف قرية 25 يناير التابعة لوزارة الداخلية هؤلاء الشباب على مدار 3 أيام، ومنها انطلقوا يوميا ليتعرفوا على معالم المحافظة ما بين قديم وحديث. لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوعاء. أحدث إنجازات الدولة المصرية على أرض محافظة الإسماعيلية أنفاق تحيا مصر التي شهدت إعجازا في زمن التنفيذ وبأيد مصرية، يشاهدها هؤلاء الشباب لأول مرة معبرين عن فخرهم بهذا الإنجاز الكبير. وجاءت الزيارة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس. مبسوطة جدا أول ما عرفت إن السيد الرئيس عاملها رحلة وطلعناها، كنت مستنية اليوم ده جدا. شفت الملتقى الأول
وسمعت ان في ملتقى تاني، سجلت اسمي ورحت اسماعيليه، وبشكر رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. اول مره اخش النفق، وبصراحه انا ما كنتش اعرف عنه حاجات، والميس اللي قعدت تشرح لنا عنه. وانا فخور ببلدي بسبب الانجازات اللي اتعملت ديت. وتحيا مصر. ومن انفاق تحيا مصر الى كوبري السلام المعلق، توجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمشاهدة هذا المشروع العملاق الذي يربط ضفتي قناة السويس. احنا اول مره نشوف الحاجات ديت، يعني بنشوف، احنا نسمع عنها لكن ما بنشوفهاش. يعني اول مره نشوفها دلوقتي. انا فخوره ببلدي وبحب مصر قوي قوي. من فوق كوبري السلام احب اقول كلمه تحيا مصر. قناة السويس هي الزيارة الأهم التي رآها شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، فهي فرصة لكل هؤلاء الذين قرأوا عن قناة السويس في مراحلهم الدراسية المختلفة، تتاح لهم الفرصة لزيارتها والاستمتاع بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة والقديمة، كما التقطوا الصور التذكارية التي تخلد هذه اللحظة وسط عبور السفن العملاقة للقناة. حاجة احنا بنشوفها في الكتب والتاريخ بس. انا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو خلانا نشوف حاجات كتير جدا حلوة في بلدنا. تحيا مصر، تحيا مصر. لما تشوف اوطال حنفين يحمو يبنو اليوم الدين، وليك يا مصر وتودين لاجل بلدنا شرفت النهارده طبعا ان انا اقابل اولادنا وبناتنا من المناطق الحضريه الجديده، وعرفناهم على المركز وطبيعه عمل المركز. شرحنا لهم ازاي احنا بنعمل برنامج تدريبي للمرشدين، وايه هي الاجواء اللي احنا بنعملها في البرنامج عشان نعيش المرشدين في كانه الاجواء دي حقيقيه. تضمن برنامج زياره متحف اثار الاسماعيليه، والذي يعد أول متحف إقليمي في مصر بعد المتحف المصري، أودعت فيه القطع الأثرية التي اكتشفت وقت حفر قناة السويس. بنشكر سيادة الرئيس اللي احنا جينا مكان زي كده، وان انا عايز اشوف بلدنا قد ايه حلوة وقد ايه بتقدم لنا حاجات ان احنا نتطور اكتر. أرض الإسماعيلية التي كانت مسرحاً لبطولات رجال الشرطة منذ 71 عاماً، يخلد متحف الشرطة بالإسماعيلية بطولاتهم، حيث كان ضمن برنامج زيارة لهؤلاء الشباب الذين شاهدوا صوراً تؤرخ للمعركة والتضحيات. أنا هنا في متحف الشرطة وشفت إزاي الناس كانت بتضحي عشان بلدنا ولحد آخر جندي فيهم، وبجد حاجة تعلمنا الولاء. مبادرة كلنا واحد عرفتني عن الإنجازات والحضارات اللي موجودة في بلدي، وأنا فخورة بمبادرة كلنا واحد. ازاي احصن نفسي من اي حوار لطريق انا مش عايز اروحه؟ اقروا يا ولاد لان ده امر الهي، اقروا علشان ده اللي هيعلمكم ازاي تتعاملوا مع الدنيا ومع الناس، اقروا علشان محدش يضحك عليكم. ندوات تثقيفية على هامش الملتقى الثاني، في مقدمتها ندوة عن الكوارث الطبيعية ومنها الزلازل، اتاحت لهؤلاء الشباب والطلائع ان يتحاوروا ويتساءلوا. بلدنا العظيمة اللي احنا اتفرجنا عليها في الرحلة اللي احنا روحنا فيها دي مع بعض، كان هدفنا واحنا بنتفرج على الاماكن دي ان احنا نعرف ان البلد دي بتاعتنا احنا، وان الاماكن اللي انتوا شفتوها دي هي بتاعتكم، وان انتوا الوحيدين اللي هتحافظوا عليها، وان انت اما تحلم مش هتحلم عشان تبقى في بلد تانية، انت هتحلم عشان تحافظ على البلد دي. عارفين ان بلدهم عظيمة وام الدنيا، بس ما كانوش قدروا ان هما يشوفوا ده بعينيهم. يعني جميل ان احنا نلففهم على المشاريع القومية اللي موجودة في البلد. انتم مش لوحدكم، انتم ما اتنقلتوش من مكان لمكان فقط علشان نغير شكل حياتكم، لا، علشان نغير شكل حياة مصر كمان معاكم. الوعي بتاعهم والانتماء للوطن زاد، وعرف يعني ايه أهمية قناة السويس بالنسبة له هو كمان شخصيا.
على هامش الملتقى أتيحت الفرصة لهؤلاء الشباب والطلائع للإسهام في إعداد الوجبات الغذائية لباقي زملائهم في الملتقى. الملتقى الثاني لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة اختتم فعالياته بحفلة ترفيهية ومسابقات رياضية نظمتها وزارة الداخلية. حلوة ويصبح حكم اللقاء في صفارة النهاية بفوز فريق اسكندرية على القاهرة 5-4. ازاي اشجع من غير خناق؟ لازم عندك حاجة مهمة او لازم تتعلمها، ان انا اشجع فرقتي وما سيقش للفرقة التانية. أنا لما بخسر لازم أتقبل الخسارة، بس أعرف أنا خسرت ليه وما بقاش متعصب حتى مع زميلي. اللي عايز ينجح بيركز في شغله هو ويركز في أخطائه وما يخلقش أعذار طول الوقت. اللي بيخلق أعذار بتهيأ للمنافس قدامك يرد عليك، بالتالي هو عايز يرد، فروحنا للتعصب اللي احنا جايين بسببه النهاردة. كرة القدم إطلاقاً 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 ما فيهاش كلمة تعصب، فيها انتماء، فيها روح، فيها تشجيع. فدي مبادرة عظيمة جدا جدا جدا، ولازم احنا نشتغل على النشأ على السن الصغير ده. شكرا يا ريس، وبنحبك جدا عشان انت خليتنا نروح الأماكن دي. ابتسامة جيل جديد من أبناء المناطق الحضارية الجديدة تم بناء قدراته وعقوله مع بناء مساكنه ليحيوا حياة كريمة في جمهورية جديدة. وتسعى وزارة الداخلية إلى الإسهام الفعال في بناء قدراتهم وتعميق روح الانتماء لديهم لوطنهم. وفي نهاية الملتقى تم عمل لوحات شرف للمتميزين رياضيا وتعليميا وثقافيا بالمناطق الحضارية الجديدة ليكونوا قدوة لزملائهم. أعلنت شركة سكاي أبوظبي الذراع العقارية لمجموعة دايموند الإماراتية في مصر إطلاق مشروع بلو تري في منطقة القاهرة الجديدة باستثمارات تبلغ 8 مليارات جنيه، والذي يعد ثالث مشروعات سكاي أبوظبي في السوق العقارية بعد انطلاقها في مصر خلال أقل من عامين. المشروع الجديد بتاع النهارده مشروع ثالث لشركه سكاي أبوظبي في مصر، هو مشروع بلو تري. المشروع يعني عملنا المشروع تماشيا مع استراتيجيه الشركه ان احنا دايما بنبحث عن التميز، فقررنا ان احنا المشروع يكون في التجمع الخامس في افضل موقع في التجمع في الجولدن سكوير، وفي افضل قطعه ارض في الجولدن سكوير. هي ارض متميزه جدا، محاطه بكل الخدمات وكل احتياجات العملاء. المشروع الحقيقة عملنا له تصميم فريد عشان نحقق أهداف ورؤية الشركة،
تعاقدنا مع استجاري من أكبر الاستجارين، استجاري عالمي أمريكي، فهو جيزيد إمكيه، ده من أشهر الاستجاريين في أمريكا في ولاية كاليفورنيا، وقدرنا يعني عن طريق فريق العمل والتعاون مع الاستشاري جيزيد إمكيه إن احنا نحقق مشروع في تصميم مشروع متميز فريد يوفر كل وسائل الراحة والرفاهية والحياة الصحية للعملاء. المشروع على مساحة 50 فدان يتكون من شقق ودوبلكسز. احنا اهتمينا جدا بكل التفاصيل في المشروع ده، من ان احنا النهاردة عملنا اكبر بارك تقريبا في مشروع بحجم 50 فدان اللي هي يمكن مساحتها حوالي اكتر من 40,000 متر، وده عشان نديله ميزه وخصوصيه من المساحات الخضراء والمساحات الواسعه. طبعا احنا بنحاول كشركه سكاي ابو ظبي ان احنا طبعا في تمويل دايما من الخارج، التمويلات بتاعنا ذاتيه فطبعا بتيجي من بره، وده حاجه كويسه ان احنا بنعمل فريش ماني او بنزود الاف دي اي اللي بيخش البلد، ودي حاجه طبعا كويسه جدا. احنا هنطلق المرحله الاولى ان شاء الله في خلال ايام، يمكن على اول شهر مارس ان شاء الله، واول تسليم للوحدات هيبقى في مارس 27 ان شاء الله. وإلى الملف العربي مشاهدينا، حيث أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن فقدان أرواح 10 ضحايا من الفلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين حتى الآن. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، عربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرا، والذي يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. هذا وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال غوتيريش أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، قال إن كل مستوطنة جديدة هي عقبة إضافية على طريق السلام، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التحريض على العنف. أعلنت الخارجية الفلسطينية التقديم بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بينما أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان المتواصل على مدينة نابلس. وحمل المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير. طلبت فلسطين بعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة. وأعلن سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير دياب اللوحة، أعلن أن بلاده تقدمت بطلب عقد الاجتماع لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس بالضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أشار إلى أن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والذي نتج عنه ارتكاب مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي. وخلال زيارة ميدانية دعا سعيد القضاء للقيام بدورهم وتطبيق القانون على الجميع، مشيرا إلى أن هناك حملات مسعورة من أشخاص انتهت مدة صلاحيتهم ومأجورين من الخارج لضرب الدولة التونسية. المحاكم يلزم تقوم بدورها، وهذا أيضا دعوة إلى القضاة باش يقوموا بدورهم وما يقوموش بدورهم أمام الشعب التونسي في تطبيق القانون على الجميع كائنا من كان، يتحملوا أيضا المسؤولية في هذه الأوضاع. معنا بالنسبة للأدوية هذه المليارات المنوحة اللي وراها مجموعات من المجرمين هي اللي خلاتها ما توصلش، وكل واحد يتحمل مسؤوليته في البلاد هذه وقدام الشعب التونسي. وهذا الفساد اللي ينخر في البلاد معنا كالسرطان اللي عربد في جسم المجتمع، ويتحدثوا بعد ذلك عن الخلاص وعن الحوار، لحوار مع من؟ ولا توا خماسي الراعي للحوار، واش عملناه الانتخابات اصلا؟ اذا كان هما الحوار باش يتحدثوا عن الحوار، يجيو يشوفوا المشاكل الحقيقيه نتاع الشعب التونسي، والفقر والبؤس والتهميش، ناس حتى بقايا نتاع انسان. وهم يتحدثوا في الاعلام وياخذوا في الملايين الملايين وبالاسماء موجوده اسمائهم، ومن يتجرأ ايضا على تبرئتهم فهو شريك لهم. أعلنت السعودية إعادة تشغيل 9000 غرفة فندقية في المدينة المنورة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ أواخر شهر مارس، وذلك وسط توقعات بوصول أعداد المعتمرين في الشهر الكريم إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. كما أعلنت السعودية تخصيص 1 مليار ريال لتمويل مشاريع إضافية بمكة والمدينة لرفع الطاقة الاستيعابية. وتواصل مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية تكثيف الاستعدادات لاستقبال موسم رمضان 2023. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لوزيري السياحة والحج والعمرة إلى المكة المكرمة والمدينة المنورة للوقوف على جاهزية المرافق والخدمات، حيث أعلن وزير السياحة عن استهداف الوزارة تأهيل وإعادة تشغيل الفنادق المغلقة لرفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة، وذلك استجابة للطلب المتزايد من المعتمرين والزوار. وقد أعلنت السعودية مسبقا عن عدد من المبادرات لتيسير رحلة المعتمرين والزوار القادمين للمملكة، وتستهدف السعودية رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 15 مليون معتمر بحلول عام 2025، وصولا إلى 30 مليون معتمر سنويا، وذلك بحلول العام 2030. انضم مستشفى صحة افتراضي في المملكة العربية السعودية، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، إلى الحملة الأخيرة التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المخصصة لمساعدة الناجين من الزلزال. وبدأ المستشفى الذي يدير شبكة تضم أكثر من 150 مركزا طبيا متخصصا من جميع أنحاء المملكة في تقديم خدمات استشارية افتراضية للمساعدة في توجيه المسعفين والمتطوعين العاملين مع الهلال الأحمر السعودي على الأرض. ويتم تقديم الدعم الفني للحملة من قبل شركة الاتصالات STC السعودية لربط العيادات المؤقتة بالمقر الرئيسي في الرياض. أكدت منظمة الصحة العالمية أنها ستتحرك بسرعة لمساعدة سوريا بعد الزلزال المدمر، كما أضافت المنظمة أنها تهدف لتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية على المتضررين من الزلزال. We'll be right back.
تتواصل اليوم الخميس اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يؤكد ضرورة التوصل إلى أقرب المهل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي افتتاح الاجتماعات ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واصفا إياه بأنه إهانة لضميرنا الجماعي، مشيرا إلى أن الذكرى السنوية الأولى لبدء تلك العملية تشكل محطة قاتمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي. تتواصل في بروكسل اليوم محادثات دول الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا يفترض تطبيقها اعتبارا من غد الجمعة. ومن أبرز القطاعات الروسية التي ستطالها العقوبات الأوروبية الجديدة فرض حظر على واردات التكتل من المطاط الروسي، وكذلك منع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة، كذلك القطاع النووي الروسي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيجتمعان لمناقشة الدعم المتواصل لأوكرانيا، وذلك مع اجتماع مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع تزامنا مع ذكرى مرور عام على الأزمة الروسية الأوكرانية. وأفادت الوزارة بأن بلينكين أثناء حضوره اجتماع مجلس الأمن في نيويورك سيؤكد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وسيدعو المجتمع الدولي إلى تأييد إجراء الأمم المتحدة التي ستساعد في تأمين سلام عادل ودائم في أوكرانيا. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجنود الروس يقاتلون ببطولة وشجاعة في العملية العسكرية بأوكرانيا. وقال بوتين في كلمة ألقاها أمام المحتشدين في فعالية لدعم العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا وذلك في استاد لوجينكي، قال إن الوطن هو العائلة وفي قلوب جميع المواطنين الروس يحتل المكان ذاتها، معربا عن شكره لجميع المشاركين في العملية العسكرية الخاصة التي تهدف إلى الدفاع عن الوطن وثقافته وتاريخه. ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن قرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مع واشنطن كان خطأ جسيما، فيما أكد بايدن خلال كلمته أمام قمة بوخارست التاسعة في وارسو أن الولايات المتحدة ستدافع عن جميع أراضي دول الناتو، مشيرا إلى أن بلاده قامت بزيادة دعم أوكرانيا. وناقشت خلال القمة الخطوات المقبلة لحلف الناتو للتصدي لأي عدوان. المادة الخامسة هي التزام مقدس بالنسبة للولايات المتحدة، سوف ندافع عن كل شبر من أراضي دول الناتو، وفي هذه اللحظة المهمة تتطلع لمناقشاتنا والخطوات اللاحقة التي سوف نتخذها لإبقاء حلفنا قوي لردع أي عدوان آخر. ما هو على المحك ليست أوكرانيا وإنما الحرية، وفكرة أن أكثر من 1000 عنصر يهاجمون بلد بعد الحرب العالمية الثانية، الأمور تغيرت بشكل جذري. هذا وقال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا للسلام. وخلال كلمته أمام قمة بوخارست التاسعة في وارسو شدد ستولتنبرغ على ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية. عام مضى منذ إطلاق روسيا لغزوها والرئيس بوتين ليس مستعدا للسلام، هو يستعد للمزيد من الحرب، لذلك يجب أن واصل تقديم الدعم لأوكرانيا ونعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتنتصر. لا نعلم متى سوف تنتهي الحرب، ولكن عندما يحدث ذلك يجب نضمن أن التاريخ لن يعيد نفسه. ولقد شهدنا النسق الروسي للعدوان على مدى سنوات، روسيا في جورجيا عام 2008 والقرم ودونباس في 2014 ثم الغزو الكامل لأوكرانيا العام الماضي. لا يمكن أن نسمح لروسيا بمواصلة التأثير على الأمن الأوروبي. أطلعت الصين روسيا على رؤيتها بشأن تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا. وبحسب ما قالت وزارة الخارجية الروسية
فإن الشركاء الصينيين قدموا آراءهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية إضافة إلى مقاربتهم لتسويتها سياسيا، لكنها أشارت إلى أنه لم يدر حديث حول أي خطط سلام محددة. هذا والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في العاصمة موسكو. وخلال اللقاء شدد الرئيس الروسي على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين، مشددا على أن التعاون بين روسيا والصين مهم بالنسبة للاستقرار الدولي. كما أشار بوتين إلى أن العالم يواجه وضعا دوليا معقدا. من جانبه قال كبير الدبلوماسيين الصينيين إن روسيا والصين تسعيان لأن تكون العلاقات الدولية قائمة على التكافؤ والتعددية. كما أكد أن بكين ستؤدي دورا بناء في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا. صوت مجلس الدوما الروسي بالموافقة على تعليق العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة النووية والموقعة مع الولايات المتحدة والمعروفة باسم نيو ستارت، بعد يوم من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعليق العمل بالمعاهدة وبموجب المعاهدة الموقعة في 2010 وجرى تمديدها حتى 2026. تعهدت موسكو وواشنطن بعدم نشر أكثر من 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 صاروخ وقاذفة طويلة المدى كحد أقصى. أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية اتفاق أغلبية قوية من مسؤولي البنك على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى ربع نقطة مئوية، لكنهم اتفقوا أيضا على أن مخاطر التضخم المرتفع لا تزال عاملا رئيسيا في تشكيل السياسة النقدية، وأكدوا استمرار رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم. هذا وأيد عدد قليل فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر وهي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة. توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة 3 مرات هذا العام من أجل السيطرة على التضخم في منطقة اليورو. وقال بنك الاستثمار الأمريكي أنه يتوقع رفع معدلات الفائدة في منطقة اليورو إلى 3.5% مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.25%، مشيرا إلى إمكانية زيادة الفائدة بمقدار 50 نقطة في مارس المقبل و25 نقطة في مايو و25 نقطة إضافية في يونيو. ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال الشهر الماضي، وذلك مع انتهاء دعم الحكومة المقرر لمرة واحدة لتكاليف الطاقة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني ارتفاع التضخم بنسبة 8.7% في تأكيد للقراءة الأولية، وارتفاعا من 8.1% في ديسمبر الماضي نتيجة الزيادة في أسعار الطاقة التي قفزت بنسبة 23.1% على أساس سنوي في يناير، وذلك مع نهاية الدعم الحكومي في ديسمبر. فرضت بعض المتاجر الكبرى في المملكة المتحدة قيودا على مشتريات المتسوقين من بعض الفاكهة والخضروات بسبب تحديات التوريد الناجمة عن الأحوال الجوية في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا. وكانت المملكة المتحدة تعاني نقصا في الطماطم فقط، لكن النقص طال أنواعا أخرى من الفاكهة والخضار، ما دفع تجار التجزئة إلى فرض قيود على المبيعات. قالت وكالة الأنباء العراقية إن البنك المركزي يعتزم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصينية، وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية. وأضافت الوكالة أن المركزي العراقي شرع في تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية. وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الشهر الجاري على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار ليصبح السعر
سعر الدينار 1300 مقابل الدولار. تواصل منافسات بطولة كأس العالم للرماية التي تقام في مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر فعاليات البطولة حتى 23 من فبراير الجاري، وذلك بمشاركة 376 راميا ورامية من 51 دولة. وفاجزت اللاعبة المجارية مايرول بالمركز الأول في منافسات 25 متر مسدس، بينما حصدت الألمانية فين فيكامب المركز الثاني. خسر المنتخب الوطني للشباب أمام نظيره النيجيري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر. كان المنتخب قد تعادل سلبيا مع منتخب موزمبيق في افتتاح البطولة، كما خسرت نيجيريا بالجولة الأولى أمام السنغال، وسيلعب الفراعنة أمام المباراة المقبلة أمام السنغال يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة، ويتعين على الفراعنة تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل. تأهل منتخب السنغال إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما المقامة في مصر، وفاز أسود الترينجا على موزمبيق بثلاثية نظيفة في افتتاح الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة القارية، ليرتفع رصيد الفريق إلى النقطة السادسة بعد الفوز في أول جولتين على نيجيريا ثم موزمبيق 3-0، بينما تجمد رصيد منتخب موزمبيق عند نقطة واحدة. تغادر بعثة فريق الزمالك اليوم إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. سيخوض الزمالك مرانه الأول في تونس الخميس بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا. تعادل فريق المصري البورسعيدي سلبيا مع نظيره بيراميدز في مباراه اقيمت على استاد برج العرب في ختام منافسات الجوله 19 للدوري الممتاز، وبهذا التعادل وصل رصيد بيراميدز الى النقطه 38 في المركز الثاني بفارق الاهداف عن فيوتشر، بينما ارتفع رصيد المصري الى 22 نقطه. هذا وتعادل فريق المقاولون العرب سلبيا مع ضيفه فيوتشر ضمن لقاءات الجولة 19 من منافسات الدوري المصري الممتاز. بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 32 نقطة، فيما وصل رصيد فيوتشر إلى 38 نقطة. وإلى أحوال الطقس مشاهدينا، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. ختم النشر مشاهدينا، وإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات إلى تركيا. ومدبول يؤكد أن جميع المنافذ التابعة للدولة ستواصل ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مناسبة. مزيد من الأخبار مشاهدينا الكرام يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلتي حور محمد، وهذه تحياتي لحضراتكم، أنا سمر الزهيري، إلى اللقاء.